كامل غير التليفون خاصك تكون والد الركراك اخويا. أوناحي ها هو يزيد معكم استجواب الشبي ديال أوناحي كنحييه من هذا المنبر كنحييه وشكرا ليه على هذا الماتش واخا ما كانش في النيفو ديالو ولكن كنحييه على هذه المقابلة اللي دار مزيانة وكنشكرو المنتخب ديالنا وعزيز عنا وعاش سيدنا. الحمد لله داكشي اللي كنا كنتمناوه راه خدينا 3 بوان ان شاء الله والماتش الجاي ضروري خصنا نحسموا اللقب وناخذوا الماتش ديالنا بكل جديه باش نربحوا كل شيء ان شاء الله ونديو لا كوب ان شاء الله علاش لا. المقابله جات مزيانه واخا ركراكي ما كاينش حاضر ولكن هو حاضر والتقنيه اللي معاه راه دايرين الواجب ديالهم والدراري راه لعبوا تبارك الله عليهم. السلام عليكم اخويا، في المقابله كانت زوينه بزاف واخا ما كاينش وليد الركراكي الطاقم التقني تبارك الله عليه قام بالواجب وسبعه النقاط راه مزيانه ونتمناو في الماتشات الجايين ان شاء الله يكون اللعب احسن من هكايا. المنتخبات اللي غيكونوا في افريقيا راه صعاب اللعب دابا هيا والحمد لله حتى الكوت ديفوار راه فرحانين اللي راه دازت تاهلات حتى هي ان شاء الله وشكرا للجميع ان شاء الله. تبارك الله كانوا المنتخب في المستوى كانوا شويه ديال الضغوطات على اللعابه وتنطمحوا ان شاء الله ندوا لا كوب ان شاء الله. يعني هذه المقابله هذه لعبوا فيها على الاعصاب ديالنا صراحه، هذا يعني كان زوين في الشوط الاول، ضيعنا بزاف ديال المحاولات، ما عرفتش انا زعما الدراري داروا كل شيء الا تسجيل، كعبي عطيه الله داروا مقابله يعني في المستوى عبد الحميد حتى هو، كنتمناو زعما ركراكي يفطن هذه القضيه هذه لان في المقابلات القادمه خص من محاوله تسجيل هذا وكنتمناو زعما وكاف هو يراجع ذاك القرار ديال ايقاف المدرب الوطني وكنتمناو نفوزوا على جنوب افريقيا ان شاء الله اداء ونتيجه وديما مغرب خير. عاش الملك. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.